تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، واحتفالا بستينية استرجاع السيادة الوطنية. تنظم الإذاعة الجزائرية المسابقة الوطنية للأغنية الوطنية للشباب تحت شعار شباب الجزائر يغني الجزائر. شباب الجزائر يغني الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. المتكلم غنامي المختار، رئيس جمعية التراث لرمال الصحراء والمعروف بملاي حيدرة، الاسم الفني اسم الشهرة. بمناسبة تنظيم المسابقة الوطنية للأغنية الوطنية للشباب تحت شعار شباب الجزائر يقني الجزائر، أنا الحقيقة نأيد ونشجع جميع الشباب أهل المواهب على أنهم يهتموا بهذه المسابقة ويشاركوا فيها عن جدارة وعن بصدق، ويخرجوا يحاولوا يخرجوا فيها مواهبهم، لأنها صراحة فرصة جميلة للشباب، وهذه مبادرة من الدولة مالي جميلة ولفتة زينة في هذا الجانب للموسيقي اللي كان منسي، وخاصة في هذه المنطقة في هذا أقصى الجنوب. وصراحة ندعم هذا الشباب الراقبين في ونشجعهم الراقبين في المشاركة، وماذا بينا يجيبون يعني المرتبة الأولى، شبابنا شباب الجنوب. وبكل صراحة خالق ياسر من المواهب اللي نحس انه أهل لها ويقد يعني يشارك في هذه المشاركة. وعلى كل حال هي فرصة جميلة ومبادرة الحقيقة جميلة ومفيدة. بما يخص أنا رئيس جمعية التراث لرمال الصحراء، هي جمعية ناشطة في مجال الموسيقى، وفي صدد نحن تقرير الجمعية على أن تكون ولائية من بلدية الولائية، وهامنا إن شاء الله نضيف عدة نشاطات للجمعية بما فيهم نشاط الشباني، وبما فيها صناعة تقليدية وتراث جميع المجالات تراث، ومدارس موسيقية للتعليم الراغبين وأهل المواهب. وإن شاء الله في صدد هذا التقرير إن شاء الله عن ما قريب. وشكرا جزيلا.